لوما بتقول الدوار وعدم الاتزان وكل التحاليل سليمه، انا لسه والده من 4 شهور وخسيت جدا. تمام، هو ممكن يكون الدوار هي حته يعني خاسه جدا وتحاليلها سليمه، ده اكيد سوء تغذيه، ما بتاخدش الغذاء الكافي بتاعها وهي بترضع، فالصح تمشي على حاجه من البودره، زي في بودره طبيعيه، حاجات يعني بتزود الوزن شويه وبتدي باور كده، حاجه زي جروس فورميولا او انشور لبن، معلقه في كوبايه لبن مرتين في اليوم، تمشي عليهم الفتره دي، وتاخد حاجه برضو ممكن فيتا ماونت سيدات، حبايه واحده يوميا، ده ان شاء الله هيظبط الموضوع. وتهتم بالتغذية السليمة، تاكلي مكسرات كتير، مكسرات، عسل نحل، برضو غذاء ملكات النحل، كنا احنا قلنا وصفة كيلو عسل نحل تحط عليه 50 جرام حبة البركة مع غذاء ملكات النحل مع شوية مكسرات، خلطة كويسة كده، ان شاء الله هتظبط معاكي وهتديكي باور كويس قوي.